الجيش المصري. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. القوات المسلحة تؤكد دائما أن ولاءها لمصر ولشعبها العظيم، وأنها ستظل الدرع الواقي والحصن المنيع للبلاد. فالقوات المسلحة المصرية لا تدخر جهدا من أجل رفعة شأن الوطن وحماية أراضيه، إلى جانب المساهمة الفعالة في القيام بمعاونة أجهزة الدولة المختلفة في التصدي للأزمات التي قد تتعرض لها البلاد. فالجيش المصري يثبت يوما بعد يوم وعاما تلو الآخر أنه بحق خير سند لشعبه العظيم وقاطرة التنمية التي لا تتوقف، وأن هذا لم يأتي من فراغ ولكن جاء نتيجة لعمل متواصل وجهد دؤوب ويقظة مستمرة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، وهذه هي رسالة الجيش المصري في هذا الأسبوع. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي قوات حرس الحدود، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عماد يماني قائد قوات حرس الحدود، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذي توليه لقوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة، بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه عبر مختلف النقاط والمنافذ الحدودية، مؤكدا أن رجال قوات حرس الحدود سيظلون دوما في أعلى درجات اليقظة والجاهزية، يقدمون دماءهم وأرواحهم فداء للوطن لتبقى راياته عالية خفاقة. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، إلى جانب نجاحاتهم المتتالية في ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتدة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. ونقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي قوات حرس الحدود، مشيدا بالجهد الذي يبذلونه في تأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والتصدي للمهربين والمتسللين والعناصر الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، وطلبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتبقى القوات المسلحة على قلب رجل واحد في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتفقد معرض لقوات حرس الحدود للاطمئنان على منظومة التأمين والتسليح الحديثة والمركبات والوسائل المستخدمة بقوات حرس الحدود، كما تم عرض بعض المضبوطات والأحراز التي نجحت قوات حرس الحدود بضبطها خلال الفترة الماضية. We'll be right back.
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد راجنات سينغ وزير الدفاع بجمهورية الهند والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والهندية في مختلف المجالات العسكرية، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين. من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية الهند عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، متمنياً أن تشهد المرحلة القادمة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري لكلا البلدين. كما وقع السادة وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري تضمنت أهم الأنشطة التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعمها خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والهندية والسفير والملحق العسكري الهندي بالقاهرة. وفي النهاية نقول إن رجال القوات المسلحة يواصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر، وفي نفس الوقت استمرار جهودها الإنسانية في تقديم الدعم والمساعدات العاجلة لتخفيف آثار الأزمات التي قد يتعرضون لها. حفظ الله دائما مصر أرضا وشعبا وجيشا.